وايد أمور بديهية نسويها دون الانتباه لأهميتها ودون تعليمها بشكل صحيح لأطفالنا. ومنها يا سعيد غسل اليدين. لا تتعجب، فبعد اللقاح غسل اليدين بالطريقة الصحيحة هو أبسط وأهم طرق الحماية من بعض الأمراض. تخيل يا سعيد 80% من جميع الأمراض الجرثومية تنتقل عن طريق الملامس، خاصة في الموسم الدراسي. ما أتكلم بعد عن الرشح، إنما بعد عن التهاب الكبد الوبائي ألف والتهاب السحايا وغيرها. حسب الإحصاءات غسل اليدين بالماء والصابون يخفض مخاطر الإصابة بالإسهال 50%، والالتهاب الرئوي 25% عند الأطفال تحت 5 سنوات. عملية غسل اليدين الصحيحة يبالها من 20 إلى 30 ثانية، ولازم تكون الماء فاترة مو بساخنة، ودائما مع الصابون لقتل الجراثيم. ومهم الفرك والتدليك لليدين بقوة ولمدة 10 إلى 15 ثانية على سطح الأيدي وباطنها وما بين الأصابع والأرافع. في الأماكن العامة نستخدم المناديل لفتح الأبواب والحنفيات لأن يعني عليها وايد جراثيم. لازم نعلم الأطفال الطريقة الصحيحة والصحية لغسل اليدين قبل سن الدراسة. عساكم دوم بصحة وسعادة.